تفضل سيدي، تفضل 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 تفضل. فخامة الرئيس السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السادة الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، السيد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، السيدات والسادة أعضاء الوفود المشاركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى روح الأكرم منا جميعا إجلالا وإكبارا لشهداء الشعب الفلسطيني المناضل، ولشهداء الشعب المصري الشقيق، وجيشه العظيم، وشرطته الباسلة، ولشهداء أمتنا العربية المجيدة الذين ارتقوا دفاعا عن فلسطين الأرض والقضية، أدعو سيادتكم للوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. وفي هذا المقام، وفي حضرة فخامة السيد الرئيس والسادة ممثلي الفصائل الفلسطينية، نبرق بأحر تحيات المجتمعين إلى عوائل الشهداء الأبرار، ونعرب عن أصدق تمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، كما ونبرق بأسمى آيات التقدير لأسرانا الأبطال وأسيراتنا الماجدات الصامدين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ولعموم أبناء الشعب الفلسطيني الواحد الموحد في الوطن والشتات، وتحية خاصة لأهلنا المرابطين الصامدين في مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة.